حسين نور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس باش نحكيو على البطوله العربيه ومباريات النهائي اللي يتلعبوا غدوه. لكن قبل البدايه مع موضوع الساعه، نقل التلفزي المباريات البطوله. اليوم شركه انتاج صح تعقد مع جامعه تونسيه لكره القدم، خذت بموجبه اللزمه الثانيه من مباريات البطوله اللي فيها المقابله الثانيه والمقابله الرابعه من كل جوله. شركه الانتاج باش تتولى التصوير والبث مبدئيا في قناه بي تي في، القناه هذه وحسب رئيس الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري نور اللجمي ما عندهاش حتى وجود قانوني وما تنجمش تبث المقابلات، ومرورها عبر شركه انتاج ينجم يكون تحيل على القانون. بقيت التفاصيل في تصريح رئيس الهيئه نور اللجمي في تدخله اليوم مع حيدر في ريكاب سبور. بي تي في ما عندهاش حق باش تبث مقابلات نظرا لانها لا تتمتع برخصه الجامعه، ماهيش مش وذي ما تعهدوا به انهم يعملوش اتفاقيات او عقود مع قنوات غير قانونية. فكيف ما ذكرت سيادتك اني ربما العقد صار مع شركة انتاج، ونذكر انه ايضا شركة الانتاج ليس الحق ان تتعامل دونك ان تبث لفائدة قناة غير قانونية. دونك هذا يرى واضح جدا، والهيئة ستتخذ الاجراءات اللازمة في حال حصل ذلك. مش معناها خطر، معناها يعني شركة انتاج لها الحق ولا مؤسسة تلفزية غير قانونية لها الحق من تمر عبر شركة انتاج، راهو هذا نوع من التحايل على القانون. قناة غير قانونية ليس الحق أن تبث كسوة مباشرة أو عن طريق شركة انتاج، وهذا طبعا إذا وقع الهيكة ستتخذ الإجراءات اللازمة. حتى طبعا كل القنوات تدخل تحت القانون، هم كما قلت تصلوا بنا، لكن هو باش تعمل قناة جديدة وتطلب إجازة يلزم إعداد ملف ويلزم الهيئة تقوم ب أبيل كونديداتور، من تفتح المجال للتقدم بالملفات. دونك هذا لم تقم به الهيئة بعد، دونك ما فماش حتى مجال باش يتكلموا على إجازة لحد الآن. من جهتها الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أصدرت القرارات متاع المكتب الجامعي اليوم العشية، أكدت في الأول قرار المصادقة على العقد اللي تم إمضاؤه اليوم، وأكدت أنه تعاقدها مع شركة الإنتاج في بند أنه الشركة هذه ما عندهاش الحق تبث المقابلات إلا في قناة تونسية مرخص لها. الجامعة أكدت على البند هذا في العقد متاعها مع شركة الإنتاج، يعني اللي نجموا نفهمه من الكلام هذا أنه شركة الإنتاج ما تنجمش تبث المقابلات في قناة بي تي في مادام قناة بي تي في ما زالت ما عندهاش ترخيص قانوني. نواصل مع الجامعة وقرارات المكتب الجامعي المنعقد اليوم. أهم إلزام كل الجمعيات المنخرطة بالجامعة بإرسال جواز التلقيح لكل اللاعبين والإطارات الفنية والطبية والإدارية، دعوة كل الأطراف المشاركة في تنظيم المقابلات لاحترام البروتوكول الصحي، ودعوة الرابطة لاتخاذ القرارات اللازمة ضد المخالفين، دعوة الحكام الإلزام كل الأطراف المرخص لها بالجلوس على البنك لاحترام القانون واتخاذ القرارات المناسبة ضد المخالفين. مراسلة شركة بروموسبور واعطائها الأولوية لتجديد العقد أو إمضاء عقد جديد لفئات المنتخبات الوطنية، ومنحها مهلة ب 15 يوم للرد، وعدم الرد متاع البروموسبور يعتبر عدم رغبة في تجديد العقد أو إمضاء عقد جديد. من القرارات زاد تعيين محمد المدب رئيس لجنة تحكيم رابطة الهواة مستوى ثاني، وتعيين وسيم بن صالح رئيس لجنة تحكيم في رابطة الجهوية لتونس. تعيينات حكام مقابلات الجولة الرابعة من البطولة، مقابلات المجموعة الأولى يتلعبوا نهار الأربعاء ماضي ساعتين ونص، نادي حمام لم في نادي البنزرتي، الحكم هو نصر الله الجوادي، نجم المتلوي أمل حمام سوسة، تحكيم وليد المنصري، اتحاد بن قردين مع الترجي الرياضي التونسي ماضي ساعتين ونص كيف المقابلة هذه، والحكم هو أمير لوسيف. الأربعاء ونص النادي الصفاقسي يواجه اتحاد تطاوين، وحكم المقابلة هو هيثم جيرات. بالنسبة للمجموعة الثانية تلعب مقابلتها نهار الخميس ماضي ساعتين ونص، مستقبل سيمان الاتحاد المنسيري، الحكم مجدي بالحاج علي، نجم الساحلي ترجي جرجيس، تحكيم صادق السالمي، مستقبل الرجيش هلال الشاب، الحكم محرز المالكي، والأربعة ونص النادي الافريقي يواجه الأولمبي البيجي بإدارة الحكم أسامة رزق الله. أعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي على تعيين اللاعب السابق للفريق حمدي المبروك في خطة مرافق الأكابر كرة القدم مكان أنيس الناصري.
نهائي البطولة العربية كرة اليد باش يكون تونسي 100% غدوة مع الخمسة ونص نتاع العشية في قاعة الحمامات. جمعية الحمامات تواجه ترجي الرياضي التونسي. جمعية الحمامات ترشحت على حساب مكارم المهدية بعد ما ربحتها 27-24، والترجي ترشح للفينال بعد الانتصار على الوكر القطري 28-25. في الكبريات، النادي الافريقي يلعب غدوة نهائي البطولة العربية ضد الابيار الجزائري مع ماضي 3 في قاعة الحمامات. كبريات النادي الافريقي ترشحوا اليوم بعد الانتصار على الزهرة الرياضية لكرة اليد بنتيجة 20-19. مهاجم البارسا كون أغويرو باش يرتاح لمدة 3 شهور بسبب أزمة في ضربات القلب باش تخليه يخضع لعلاج خاص يبعدوا على المباريات لمدة 3 شهور. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع اسماعيل وداليف في بنت لفام.